تدخل بمنتهى القوة محمد ديجيتي، تتلعب طويلة في الشمال، يستلم على طول سيكو سيرجي عايز يعدي بيها لكن مقطوعة، ياخدها من ناحية الشمال كوفي، كوفي داخل، كوفي داخل وهيحط وهوب يا حرام. يوسف مفيش تسلل المرة دي، أيمن حفني ومعروف، الدفاع كان الأقرب، توصل لشيكابالا وادي كورة جول جول. يعود كهربا، يعود عودة حميدة لكهربا، يسجل في الدقيقة 27 أول أهداف اللقاء، وبإذن الله لن طويلة الأمام. باسم مرسي استلم باسم بشكل كويس، يسيطر على الكرة، 3-4 زملكاوية على 2 من الكاميرون، 4 من الزمالك، لكن رجع وعاد مدافعي الفريق الكاميروني ارتدوا والمتابعة جول جول جول. خلصها توفيق، خلصها أحمد توفيق، ينزل البديل ينجح في التسجيل شوية، وممكن يشاركني في الرأي برضو نجومنا الكبار في استوديو التحليل. ادي لعبة نادي الزمالك، يا خبر ابيض، جول جول محمود كهربا، محمود كهربا الدقيقة 58. باسم يلا يا باسم، يلا يا باسم، حط الناحية التانية يا باسم، حط من الاول لحازم امام، عدي يا حازم، بيحاول يعدي وعدى فعلا، ولعبها بعرض الملعب، وجول يا خبر ابيض يا حمودي، احمد حمودي. وصعد لقمم الجبال متخطيا الصعاب، محققا لاغلى الالقاب، فعلى 5 مرات، انطلاقه، هدف تعادل، جول حمودي، جول تعادل زملكاوي، جول زملكاوي السوبر. ووقتها فاز الزمالك ركلات ترجيح، ثم كان في لقاء نصف نهائي مع ستيشن ستورز، كان 3-1 للزمالك، ايمن منصور هدفين، وخالد الغندور هدف، وادي امامنا هدف على الطريق، امامنا باسم 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 باسم، على ذكر الاهداف على ذكر النتائج، عملها باسم امامنا هنا في هذه اللقطه، الكره ملعوبه ويطلع الحارس اثيوبيلس، والزمالك يسجل عن طريق باسم مرسي. هدف ايه، كرة ملعوبة، وباسم بيركز، باسم مرسي يسدد الى داخل المرمى، هدف اول زملكاوي، هدف الفرقة الاولى لنادي الزمالك خلال احداث هذا اللقاء، باسم مرسي نجم الشباك الزملكاوي في الفترة الاخيرة. كرة امامية، ادي محمد ابراهيم، يا ولد يطلع ويضرب الاخضر، ومحمد ابراهيم كورته في القائم عشان يضع هذه الجماهير الوفيه. في سرعه دخل شبكة كمالا، التسديده قويه، بابا جول 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 جول، يا سلام عليك شيكابالا، يفتح مجال التسجيل عند الدقيقه الرابعه، خارج محاوله التوغل، بابا جول شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18. امبارح شيكابالا في تنفيذ هذه المخالفة بحثا عن باسم مرسي وعن علي جبر واسلام جمال اللذان صعدا كرة ممتازة، ولالا جول لباسم مرسي، جول ثالث قاتل مهم نادي الزمالك، هو الذي يستفيد من ضربة الجزاء بحثا عن هدف رابع قاتل في هذه المباراة، ونتيجة غير متوقعة تماما إذا تم تسجيل الرابع، وجول 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 وجول، مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع للزمالك. أمامنا بالبحث عن المهارة هنا، مر وفات وعدى ستاني، والكرة وين يا ستاني؟ عرضية وفي الجول، يدونها الحاسم
نعم باسم الحاسم يدونها في المرمى ويعيد البسمة للزملكاوية. تلعب مباشرة حفني يبحث عن التقدم، الحاوي مر وتقدم لإمام، الحاوي بتمريرة بينية ملعوبة داخل منطقة الجزاء.